احلى مسا عليكم جيمرز اند جنتلمان، رجعت لكم تاني بفيديو جديد ولعبه جديده كليا على قناه فرجني اود وورلد سول ستورم. معكم احمد بهجت، ونسترجع مع بعض ذكريات الطفوله والشباب الجميل. اللعبه دي ليها سلسله طويله جدا وعريقه، وتحتل جزء كبير جدا في قلبي، وبتنزل من سنه 97 و99، وقضيت معاها احلى الاوقات في الجيمنج ايام الزمن الجيمنج الجميل. ونشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. طبعا اللعبه دي عشان تبقوا عارفين ان نازله لسه النهارده، ونازله على جميع المنصات. انا مش عارف سعرها كام على المنصات التانيه ولا حتى بلاي ستيشن، لكنها نازله لمشتركي بلس مجانا اللي عندهم بلاي ستيشن 5. فانا لقيتها فرصه عظيمه جدا جدا ان انا العبها واسترجع هذه الذكريات الجميله واشارك معاكم هذه اللحظات. وما تنساش تقولوا طبعا في التعليقات انطباعكم عن الفيديو لما تشوفوه. وطبعا لو انت اول مره تشوف الفيديو بتاعي، اوعى تنسى تشترك في القناه. لو انت مشترك التفاعل لايكات يا جماعه وكومنتات عشان الفيديو ينتشر واللعبه كمان تنتشر وتتعرف، لانها لعبه من اروع ما يكون. بس يا رب يكون الفيرجن الجديد عند حسن ظني وظن الناس كلها. وهيا بنا نلعب. طبعا نشوف في السيتنج كده لو في لانجوج او حاجه، خليها عربي. ما فيهاش لانجوجز للاسف شديد. خلينا نعمل نيو جيم وهيا بنا نلعب. انا ما حيتش اشوف اي حاجه في كنترولرز. اتمنى ان التوتوريال بتاعت اللعبه تعلمني حاجات وانا بلعب. هنشوف مع بعض كاتسين. ايه في ايه بره؟ هوبي اتس ذا اند اوف ذا لاين ناو. اوه هولي شيت، صوته جامد قوي. At the moment you realize that you're going to be fucked up. شكلها لحظة عصيبة. Thank you.
اخراج عالي قوي يا جماعه، جرافيك ديتيل خرافيه في الشخصيات. Meanwhile, Abe and his followers have found shelter since escaping. إيه ما لحقتش. يقول لك في هذه نفس اللحظة، نفس ذات اللحظة يعني، الإيب الكائنات دي بيسموها الإيبس يعني، لقوا مأوى. ايب ذا سيفير، فريدوم فور ايفر. واضح طبعا اللي ما يعرفش الهيستوري بتاع اللعبه دي يا جماعه، الايب ده اللي هو الشخص اللي انا بلعب بيه، وهو كان عبد، وفجاه لقى نفسه هو السوبر هيرو اللي بيحرر كل الناس بني جنسه من براثن الظلم. You cannot face what's ahead if you choose to hold on to those strings of oppression. You must find and embrace your full voice. You must do it. But she was real. She gave me these. And no one else even remembers her or... You are no longer a slave, Abe. You have worn those your entire life. But you and the others were under a spell, living your lives inside of lies upon lies, until finally it was the terrible truth you discovered that broke your mind free. Now... Now you must grow. Visione di tra paranoia upon a year a taller one. But how can I just... Your voice must grow for the lies to fade. The spell that deceived you must break entirely if you are to face what's coming. But we're free now. I just need some time. You have no time. Your voice, they believed, trusted, followed, and it led them here. But even you have yet to fully embrace it. But you must now, or our chance will be lost. You may have escaped the murderous blades, but not the shackles you chained to yourself. But it's over, and Rupture Farms is burned down. We're free now. No, Abe, not over. Just beginning. But I'm so tired. They're all tired. There is no rest. But with some time, there is no time. But we're safe. طب راح شوية طيب، عيل الظهرية طيب. You, and only for this moment. But this moment is over. Oh. We're discovered. Oh no. هي بتحاول، هو مقتنع ان هو ما اتحرروا خلاص، وهو قاد الامه بتاعته للحريه، ومستخبين هنا، وهي بتقنعه كعرافه، ما اعرفش دي تقريبا العرافه او كده، بتقول له صوتك مكمم وانت لازم تكبر صوتك وكده، ولازم تقودهم للحريه، ودي فرصتك ومش هينفع تتعوض وحاجات كده يعني. المهم يعني واضح اللي هو ايه، لسه مش حر تماما زي هو معتقد، وهو اعتقاده خاطئ تماما. وايه وهنشوف ايه اللي هيحصل. I am sorry, Abe, but it really is up to you. Now it begins, Abe. The fate of your entire people is up to you. بص يا جماعة التفاصيل بتاعت العين يا جماعة. واو. سيفينج تشيك بوينت، أعتقد ده الوقت اللي المفروض أتحرك فيه.
انا عندي يمين وشمال بس. Escape the burning cave. نهرب من الكهف. Story stone. Walk and run. Move around and R1 to run faster. Okay. انا كان ممكن اروح شمال صح؟ طب بقى اروح شمال كده الاول بس بسرعة كده. اه مفيش شمال، هو فعلا يمين بس. نهرب بسرعة. اوكي الدايرة بتخليه يعمل رول. اوبجيكتيف بريس اكس جامب. الهيبتك فيل يا جماعة في الدراع بلايستيشن 5 طبعا كومباتبل مع اللعبة. خلينا جامب. ما هذا؟ Hoist up ledges. Press X to jump over the ledge. Okay. نرط على الحافة. هنا. نط بقى عدل بقى. اهرب. واضح اللي احنا مكاننا اتكشف وهم ايه؟ رول اوت فايرز. لما برول كده لو في فاير عليا ولا حاجه بقى ايه بقدر اطفيها يعني. اوكي هما بيكلموني منين؟ ما هذا الشيء؟ تشيك بوينت سيف يور بروجريس اوتوماتيكلي. اوكي نزل تحت. اوبا 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 استخبى. هو كنت بصلي ازاي؟ كان في تشانتنج ده كان اوكي اوكي انا كنت بعمل تشانتنج او صلاة كده حاجة زي الصلاة كده ايه بخلي الراجل ده اوبا بخلي الراجل ده سيطر عليه. زمان الكلام ده طبعا. نجري بسرعة. هنا extinguishing fire with water. نطفي المية بال نطفي المية نطفي النار بالمية. press and hold مثلث to bring up the inventory wheel and then select the water bottle with aim and R to throw to the R2 to extinguish the fire. طبعا هستكشف الكلام ده يعني ايه. ناخد دي water bottle. اوكي take it empty. اه ده بيشرب الميه. اوكي ايه ام وال ار يا كده نرمي برضو. تمام تمام انا كده فهمت. بقى احتف بقى keep running. اللي بعده double jump. اوكي اوكي اه تاني ماشي. اوكي اوكي التحكم فيها مختلف يا جماعه جدا عن طبعا زمان. هي اللعبه نفسها مختلفه كتير. في حاجه فوق هنا. اطفي اطفي اوعى ده في بورتال هنا. اوكي اوكي رويال جيلي. You found the royal jelly. Your health has been maximized. Okay, كويس. دي حاجة بتكبر الهيلث بتاعي يا جماعة. المفروض انزل تحت ولا عادي؟ هو كان بينزل ازاي كده؟
ننزل منين يا جماعة؟ بينزل المفروض ادوس تحت كده ينزل اه بس كده اوكي يلا المفروض انزل تحت لا 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 ناخد دي كمان اي اه هي طفت خلاص نعمل بس السيف اوتوماتيك سيف استخبى اطفي دي ولا المفروض ولا ايه مطفيش انا وقعت كده صح ولا غلط بس ايه اللي تحت هشوف تحت الاول فيه ايه مفيش حاجه في حاجة هنا؟ اه تصدقوا فيه؟ بس هي في بعد تاني يعني. عدي بقى. سيف ايوه. كده بقى يوز مونكي بارز. To use the monkey bars, press X and jump forward them. To jump forward them. The monkey bars did here. Oh, okay. They were called monkey bars. Mesh. I don't know if they were monkey bars. In fact, it's new to me. I'm going to show you how to use the earth. There's something down. Yeah. ماشي ماشي هذا في حوار تحت اهو انزله بالراحه كده انزل يا عم انزل بقى يا ده انا على الاخر يلا يا مونكي يا للهول يا للهول طفي بس الحته دي كده ايوه عشان ما نتشويش واحنا بنعدي نط بقى ماشي اه اوكي اوكي ماشي 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 هنعمل بروجرس تلوش يا جماعه يو كان دو ات يو كان دو ات امسك ايوه 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 يا ساتر ماشي مونكي بار اه ده احنا عايزين ننزل تحت الاول ننزل بالراحة بالراحة ناخد دي نعبي مية نطلع هنا سيف فاينالي انزل انزل بسرعة انزل بسرعة انزل بسرعة يعني الجدار ده واضح اللي هو بيستحمل لفترة معينة بس صغيرة كده وبيقع طفي النار دي بسرعة كده اوعى انا اهرب منين بقى بسرعة 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 يلا نسيطر على الراجل ده نجرب كده هو فين؟ اه تعالى تروح له
ما بتروحلوش؟ زمان كانت بتروح له هناك. ماشي. ما تسيبني بقى اطفي النار براحتي بقى. سيف سيف. انا متهيألي فاتني حاجات كتير وانا بجري من هنا. ايه الخرب ده؟ اه ده سيف. اوكي. امسك امسك اخي. دي عديها ازاي بقى؟ اه دي لازم انط هنا نطه. ايوه سيف. ايوه اسكيب ذا برنينج كيف كلايم داون تو فايند ذا واي فورورد. ماشي. املى ميه. عبي عبي. ده دول كلهم بيهربوا ما عدا انا. طب انتوا سبتوني لوحدي ليه يعني؟ تعالي هنا. ما هذا الشيء؟ برو بوتل سبلاش ستيكي فيري تيستي اند هاي فليمبل سول ستورم برو ويل هيلب يو تو جيت ذا بارتي ستارتد اند ذن هيلب يو تو بيرن داون ذا فينيو when you have had enough. ماشي. يعني حاجة كده مادة قابلة للاشتعال. مفيش هنا. You found one. واحد من 4 secret areas. اه مفيش فوق. انا كده مش عارف اوصلها. لازم خلاص ما قداميش الممر واحد بس. ايوه عبي ميه فول. ماشيين ازازه فول كلهم طبعا. هولد ار اند سيليكت ذا برو بوتل ويز. اه اوكي. نطلع كده. نطلع دي. دي فليمابل. اهي. طب وده؟ المشكلة مش شايف اللي بيحصل تحت. Now you're playing with fire. Harness the power of fire to burn down obstacles blocking your path. Throw blue bottles near the campfire to ignite. ماشي هستعمل الفاير هنا عشان ايه اشوف الحاجات اللي بتسد الطريق واولع فيها. طب دي ايه بتتضرب دي ولا حاجة؟ اه اوكي. اه ماشي. طب انا كده المفروض انا ولعت الفاير المفروض اقلب بقى ايه؟ على البوتل على المية وطف. صح؟ سيف. اوكي اسكيب ذا يوز ذا واتر بوتلز تو كلير ذا فاير فايند ذا واي باك اب. انزل 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 عدل بقى. معلش يا جماعه ثواني بس عشان ايه القطه بتاعتي واقفه قدام التلفزيون. شايفة نالا قطتي حبك لها تقف قدام التلفزيون وتقعد تمسك تجري ورا اللي انا بلعب بيه ده فاكراها بورس ولا صرصار مش عارف بقى. مفيش هنا حاجة. انا المفروض اولع في الاوبستكل دي. طيب هات هات من دي نولع كده نجرب. بس ايه انا محتاج اكون بعيد ولا ايه؟ انا كده هولع في نفسي. هناك هناك. ايوه ايوه كده. نطفي بقى بالميه. نولع ونطفي. خلاص الاوبستكل طار. خلاص العائق راح. ما هذا؟ يوز بولي
press مربع to interact, press L to move the pulley. يعني أسانسير. اوكي. ايوه. سبحان الله زي زمان بالظبط. والله رجعتوني يا جماعة الأيام الجميلة بتاعت زمان يا جماعة. يعني أنا سعيد جدا جدا أنا بلعب اللعبة دلوقتي في قمة السعادة. مش متخيلين إيه فرط السعادة اللي أنا فيها. بس أنا فاكر الجزء اللي فات كان فيها حاجات صعبة جدا 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 يعني. سيف. يا الله. مية بسرعة مية بسرعة. اتحكم فيك طيب ينفع؟ خلاص خلص عليا جابني برشاش الرشاش الصاهر. بس المفروض اعديها كده من الاول. اتدحرج اتدحرج. نجري. ايوه بس كده ناخد دي. المايه فول. انا عايز املى لايف شويه. اجري. امسك 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 امسك. ما تبقاش غبي بقى. ما هذه المتعه يا جماعه. ده ايه المكان الغريب الكافر مالوش سقف ده؟ الله 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 الله. اوبا ماشي. مفيش اي سر هنا. تدمر اوبستكل تايب ولا حاجه ولا مفيش حاجه تتدمر. ماشي. كله عشان نهرب يا جماعة. ايوه نعبي. انتوا يعني اشمعنى انا ماشي من طريق هما من طريق تاني؟ انا عايز افهم ليه مش معاهم وخلاص. ما هو شكلهم سكتهم سالكة اهي وطالعين زي الفل يعني. اوكي نطفي النار ونجي نجري على طول. ايوه عيب عليك عيب عليك. اي نعبي بسرعة من هنا. الاوبستكل نجيبه ونرمي ده. تعالى ولع هنا. مفيش حاجة تولع. ماشي. طب نطفي ولا ايه؟ نروح فين؟ يا عم ارحمني بقى اديني فرصة افكر. لا انت خلاص كده. المكان ده اكسباير. اخيه. طب هروح فين؟ طب اطلع فوق بقى المفروض. نطلع نجري هنا. امسك يا ابني. انت بطيء ليه؟ انت بطيء. ايه البطء ده؟ ماشي. المفروض نولع في دي طيب ولا ايه؟ اللعبة دي يا جماعة لازم تعرف ان انت هتبقى فيها يو ار ديد كتير جدا جدا جدا. لازم تعرفوا الكلام ده. اتدحرج. ماشي. ابص كنت مت قبل ما ابدا اصلا. ماشي. اهو. هنا. شعلق هنا. اطلع بقى. بعد كده اطلع اجري هنا. بس كده ناخد بقى دي. مفيش طريقة ابص بيها على الطريق كده في السريع قبل ما اقرر ان انا انزل او اطلع. دي اطلعها ازاي دي؟ لازم اجريها اتدحرج وايه؟ يا عيني يا عيني.
اطلع. ايوه طفي النار دي بسرعه قبل بس ما ايه. ماشي انا حاسس بالغباء شويه، ساعات بحس بالغباء يا جماعه. مش هينفع، لازم نطه حلوه. ايوه سيف. انا بسيف دي. لا باش ذا كريتس، بريس مربع تو باش ذا كريت اوبن وذ يور فيست اند كولكت ذا برو بوتلز. انا مش عارف برو بوتلز. باش ذا كريت اوبن يعني مكسر الكريت زي ما شايفين كده اهو. بريس مربع. اوكي ماشي. طب ده لازم اولع. اوكي حصل اهو. دي لازم نولعها، بس انا عايز اطلع هنا الاول. معبي سكت اريا فاوند. اوكي ده انا عارف في سكت ارياز هتبقى مستحيله تقريبا. لازم اشوفك. هات المثلث، هات ال تيستي اند فليمبل. انا مستغرب ايه حوار تيستي هما بيقولوه ده. نط فوق، نولع فيها من فوق. مش عارف ينفع من فوق ولا لا، ممكن تحرقني انا شخصيا. خلينا نشوف. المفروض ارمي عليا واحدة تانية جوه بقى يعني. ثواني كده. طب نجرب. هات دي ولعي هنا، ولعي هنا جوه بقى كمان واحدة كده. ايوه ايوه خلاص كده صح كده، انا فهمت. حلو. هات المايه بقى يا معلم. وايه طفي الكلام ده. خد عشان تطفي. المفروض تطفي خلاص واحده وخلاص انتهينا يعني. سيف. في حاجه هنا على الارض. ماشي امسك بقى نفسك بقى يا ايها الايب الملعون، عليك اللعنه. هي دي واضح انها حته بقى ايه. ماشي مع اني نطيت بس انا مش عارف ما امسكش ليه يعني. يلا تركيز 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 تركيز. هوبا. هو ليه طيب ليه. ايوه تركيز تركيز. ولماذا هذا يحصل؟ كان لازم اهدي، ما ينفعش انط عليه وانا بجري. تخيلوا بقى يا جماعه يعني لازم اهدي الجري السبرنت، ما كانش نافع. سيف بوينت. لو ما تقدرش تحمي نفسك، لو ممكن تحمي الناس التانية الآخرين اللي هما بني جنس يعني. Survived 30 minutes. اوكي. طبعا ما اكتشفتش كل حاجة في اللعبة، ولكن continue the next level. أنا شايف إن احنا كده أنا خلصت ليفل يا جماعة. انطباعي عن اللعبة إيجابي جدا، وإن شاء الله هلعبها وأخلصها على القناة هنا معايا. لو انتوا عندكم راي تاني قولوا لي برضو، قولوا لي انطباعاتكم عن الفيديو، هل الفيديو عجبكم ولا لا. وانا بشكر كل الشباب اللي بتدعمني في كل الفيديوهات بتاعتي، بقول لهم الف الف شكر يا جماعه. وانا يعني انا بحس بالحياه بيكم، وانا بستمر في شبابكم ومنكم وعليكم. وان شاء الله دايما بستمر في العطاء، وبستمر في الالعاب الجديده دايما والحصريه. وان شاء الله تلاقوا عندي كل جديد. كان معاكم احمد بهجت من قناه فرجني، واشوفكم يا شباب في الفيديو اللي جاي، ومع السلامه. صحيح قبل اقول لكم على السلامه. انا بلعب حاليا التكست 2، اللي عايز يتفرج عليها ممكن يشوف عندي في قناه برضه، عامل لها بلاي ليست لوحدها. لعبه ممتعه جدا بلعبها مع صديقي في السوبر محمد فاروق. انصحكم تخشوا تتفرجوا عليها، متعه وضحك للسنين، ضحكه للركب يعني. فاشوفكم هناك. هخلص انا فاضل فيها تقريبا
تقريبا ساعة لعبة أو ساعتين، ممكن تعملها 3 4 فيديوهات تانيين، وبعد كده هرجع أكمل هذه اللعبة. بس أنا قلت طبعا إيه، أشوف الترند بتاعها وهي لسه نازلة، فمفضل إن أنا أنزلها دلوقتي. وإن شاء الله في ألعاب جديدة جاية في شهر أبريل، بفكر أشتري برضو لعبة منهم أو اتنين وأنزلها عندي في القناة. عموما زي ما قلت لكم، سيبوا لي تعليقاتكم تحت وإيه رأيكم في الجيم بلاي ده وفي اللعبة وانطباعكم عنها. كان معاكم أحمد بكم، قد فرجني، وأشوفكم فيديو جاي، ومع السلامة.